السلام عليكم البنات. وصفة ديالنا ديال اليوم هي سلطة الأرز بالخضر على طريقة المطاعم. كنديروا المقلاة تسخن وكنضيف واحد المعلقة تاع الزيت الرومية، من بعد كنضيفوا حبة ديال البصل مقطعة طريفات صغار، حبة ديال الفلفل الحلو مقطعة طريفات صغار كذلك، حبة ديال الخيزو مقطعة طريفات صغار. انا دابا كندير الكميه اللي مناسباني، انا مناسبه عدد الاشخاص اللي باغا ندير ليهم، وكذلك حبه ديال المطيشه مقطعه طريفات صغار. التوابل عباره عن معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال التحميره، وكذلك الملح، معلقة ديال الملحة. كنخلطوا الخضر مع التوابل باش الخضرة ديالنا تشرب داك التوابل اللي كاينين، وكنبقاو نخلطوا في الخليط تاعنا تيبدا ديك الطياب يدخل مع الخضر. هانتوما هتشوفوا معايا كيفاش غادي يوليو عندنا اللون ديال الخضر، يعني غيتغير اللون تاعهم. دابا طابت الخضرة تاعنا او دخل معها الطياب، بالاحرى بقى ما طابتش غير دخل معها الطياب وتشربات ديك العطرية. دابا كنضيفو السر ديال السلطة باش الارز يجيك حبة حبة، وهي واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. الزبدة واحد المكون رئيسي في السلطة وفي اي سلطة فيها الارز وفي اي اكلة فيها الارز. دابا كنضيفو الارز من بعد ما غسلناه. هنا انا درت زلافة ونص، نتوما تقدروا ديروا كثر او قل على حسب عدد افراد الاسرة ديالكم. كنبدا نخلط دابا الخضر والارز مع بعضياتهم باش يتجانسوا، باش داك الروز حتى هو يتشرب العطريه. دابا الارز تشرب ديك العطريه وحان وقت اضافه الماء. كنضيف الماء حتى كيتغطى لينا داك الشيء كامل اللي عندنا، الارز والخضر كيتغطاو لينا كاملين بالماء بحال هكا. كنغطيها دابا الاكله تاعي وكنخليها تطيب. هنا حليت عليها، ضغطت الارز لقيته باقي ما طابش وعاود سديت عليها واحد شويه، من بعد حليت عليها وهكا كانت النتيجه. كان الارز طاب، شو كيولا حبه حبه مفروز. وهذه هي الاكله تاعنا، كنتمنى تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. كنتمنى ديروا لنا لايك وسبسكرايب، وشكرا للمتابعه ديالكم.